اللقاء الحقيقة ومسي على رجال الحدود الحقيقة المرابطين واسأل لهم التوفيق انا ما ادري هم يشوفونا او ما يشوفونا لكن نبلغهم دعاؤنا ونبلغهم حبنا ونبلغهم ايضا اننا معهم ونقول لهم طبتم وطاب ممشاكم وطبتم وطاب رباطكم ونقول لهم انتم تقفون اليوم في موطن نحن لم نقف فيه هذا من تشريف الله لكم فنمسي عليهم بالخير ونسأل الله ان يديم الامن على بلادنا وعلى بلاد المسلمين وأن يجزيهم على مرابطتهم عنا خير الجزاء نترحم على من مات منهم ونسأل الله أن يجعلهم في تعداد الشهداء ونسأل الله أن يشفي المرضى وأن يداوي الجرحى منهم إنه على ذلك قدير